الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآخذين بثأره والطالبين بوتره مع إمام منصور من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أشرت في الحديث السابق إلى أن الأحداث لا تحصل فجأة، لا تأتي اعتباطا، وإنما هي نتيجة لتراكمات سبقت، وأيضا هي تؤدي إلى مجموعة من الأحداث بطبيعتها. لكل حدث ثمة مخرجات سياسية، مخرجات أمنية، مخرجات اجتماعية. لكل حدث من هذه الأحداث لابد من نتائج. وقد حدثتنا الروايات في قضية اللافتة، هذه القضية تتعلق بمسألة معركة قرقيسية. قرقيسية كما أشير إليها في الروايات، أشير إليها عبر معركتين: معركة أولى تجري ما بين بني العباس وما بين المروانيين، وأخرى تجري ما بين بني قيس والذين يقابلونهم، وتنتهي هذه المعركة بمشاركة السفياني وانتصاره على من يوجد في هذه المنطقة. لابد أن الإنسان حينما يبلغ بهذه الروايات، وهذه الروايات تنتهي بانتصار السفياني، لابد من أن يدرس المقدمات التي تنتج مثل هذه المعارك، ومن ثم يراقب طبيعة مؤديات هذه المعارك وعلاقتها بظهور السفياني واستشراء وضعه ثم إقباله على العراق. وأحسب أن واحدة من مهمات الروايات دائما أنها كانت تعطينا أفقا، وواجبنا أن نتعامل مع هذا الأفق لاكتشاف مقدماته، لأن اكتشاف المقدمات لا يهم فقط في مسألة العثور على الدلالة، وإنما يعطينا المجال لكي نعد، نستعد، نتلافى، نتهيأ، نرتب الأمور التي يمكن بسببها أن تلحق بنا أضرارا أو تلحق بنا جملة من المشاكل. يعني حينما، على سبيل المثال، حينما يتم التحدث عن عوف السلمي، لماذا يتحدث الإمام عن عوف السلمي وهو شخصية ليست معلومة وإنما أعطيت رمزا؟ لكن هذا الحدث بطبيعة المؤديات التي تؤدي إلى ظهور هذه الشخصية وصولا إلى مقتله في دمشق، إنما يؤشر على بيئة سياسية وبيئة أمنية ستتشكل في منطقة الحدث، ثم هي التي تنتج هذا الحدث، تنتج عوف السلمي. عوف السلمي لن يأتي من فراغ، وطبيعة الحراك السياسي الذي سيحصل في المنطقة الغربية أيضا لن يأتي هكذا كيفما اتفق، وإنما يأتي بناء على مقدمات. هذه المقدمات لو درست بشكل دقيق وتم التعرف بها على الحدث،
فإنه في نفس الوقت يعطينا معرفة في طبيعة ما يشكل هذا الحدث وطبيعة الأرضية التي بسببها تنشأ ظاهرة لعوف السلمي. والسؤال هنا أننا هل ننتظر عوف السلمي ونصبر حتى يأتي هذا الرجل ويحقق الذي يريد، أم أن الرواية حدثتنا بأمر فيه مكامن لخطر، فيه تحذير، رغم أن هذا الحدث سينتهي بعد مدة قليلة، سينتهي بقتله في دمشق، لكن مهما يكون هو تحذير في أن هذه المنطقة لم تكن تملك القدرة السياسية، ولكنها وصلت بطريقة ما إلى قدرة بحيث ينشأ فيها كيان كهذا الرجل، سواء كان هذا الكيان عبارة عن حركة سياسية أو راية أمنية أو أي حدث من هذه الأحداث. كذلك بالنسبة لنا، قرقيسية ليست منطقة طبيعية بحيث يشار لها في الروايات بحدثين مهمين للغاية. الحدث الأول يؤدي إلى مجزرة كبيرة، وهذه المجزرة توصف بأنه سوف تكون مائدة لوحوش البر وطيور السماء بناء على المقتلة الكبيرة اللي تصير. والحدث الآخر هي نفس المنطقة تحصل فيها بعد ذلك، بعد عدة أشهر، معركة أكثر صخبا وأكثر خطورة وأكثر دلالة من المعركة الأولى، مع أنه المعركة الأولى قيل بأنها معركة هائلة جدا في طبيعة تداعياتها، لكن المعركة الثانية خطرة باعتبار أن السفياني فيها، والسفياني سينتصر فيها، وستكون الباب الذي سوف يدخل منه السفياني إلى أحداث العراق. وكما تعرفون حركة السفياني هي من أواخر الامتحانات والابتلاءات لشيعة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه لاكتشاف طبيعة جاهزيتهم. اكتشاف من من ولمن هذا الاكتشاف؟ نحن نريده، نريد أن نكتشف طبيعة جاهزيتنا إلى مثل هذه الأحداث باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السفياني هو الحدث الأول في عملية التوقيت لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا توجد عندنا في الروايات قبل السفياني ما يمكن أن يشير إلى وقت ظهور الإمام، لكن مع السفياني هناك توقيت من قبل الإمام يقول بأن الإمام بعد بداية حراك السفياني إلى ظهوره يحتاج إلى 15 شهرا، وعندئذ تكون معركة قرقيسية داخل ضمن هذه 15 شهرا، وبالنتيجة هي مهمة للغاية. لذلك من الطبيعي جدا على المنتظرين أن لا ينظروا إلى هذه القضية بعنوانها مجرد حدث، وبالنتيجة علينا أن ننتظر هذا الحدث إيش وقت ما يصير، خاصة أن اللي شاركون بهذا الحدث هم اثنين هم ما لنا علاقة بهم، بني العباس اللي سبق أن أشرنا إلى أن هؤلاء هم العصابات التكفيرية التي تحمل العلم الأسود وترتدي الثياب السوداء وتعتم بالعمائم أو بما يغطي الرأس بالسواد، هذا شعار بني العباس الذي كانوا يتعاملون به. والمروانيين كما أشرت هم القوة سابقا، هم القوة الكردية التي تهيمن، وهي تنتسب إلى مروان ابن علي الأمير الكردي الذي سبق له أن أنشأ دولة كردية امتدت لأكثر من 100 سنة في مناطق شمال الحسكة وجنوب تركيا. هذا المقدار هل هو أنه هذا الحدث هذا يعني ما رح يأثر علينا وما أن دخل به؟ علينا أن ندرسه، هل بالفعل هو ما له دخل بينا، ما رح يؤدي إلى مشكلة بينا؟ إن لم يكن
لحدث قرقيسية من أهمية إلا أن تكون بوابة لاقتحام السفياني إلى العراق، فهي منطقة ذات حساسية خاصة وأحداثها ذات أهمية كبرى. ما هي قرقيسية؟ ما هو السر الذي يجعلها يشار لها في الروايات إلى بمرتين وبحراكين كبيرين؟ ولماذا اهتم هؤلاء بهذه المنطقة؟ القوى التي تتقاتل في هذه المنطقة لماذا تهتم بهذه المنطقة تحديدا؟ لماذا لم تذهب إلى الرقة؟ لماذا لم تذهب إلى دمشق؟ لماذا في هذه المنطقة ستكون هذه المذبحة الكبيرة ما بين المتقاتلين؟ وأضف إلى ذلك معركة قرقيسيا الأولى أشير إليها في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى سيسلب النصر من المتقاتلين. وكلمة يسلب النصر ليست كلمة اعتيادية، لابد في كل معركة ثمة منتصر. لماذا يقول هنا يسلب النصر؟ بحيث أن المعركة تنتهي ولا منتصر فيها. هذه لها بعض المشابهة مع النار التي تخرج من أذربيجان. تلك النار أشير إليها بأنه لا يقوم لها شيء، إشارة إلى أن الانتصار لن يكتب لأحد ولن يتمكن أي أحد من هؤلاء أن يطفئ أو يحدد أو يحجم طبيعة المعركة، وإنما تداعياتها سوف تستمر ولن يتمكن العالم من إيقافها إلا اللهم بالانحدار الذي تسير فيه هذه الأحداث بالطريقة التي تفضي إلى هرج الروم، تفضي إلى هلاك الناس بأي طريقة كانت. لكن القدر المتيقن هنا أن قرقيسيا، وهي اليوم منطقة المحيطة بدير الزور القريبة من منطقة دير الزور، هذه المنطقة مائزها الاستراتيجي يتعلق بقضيتين أساسيتين بالنسبة لمن يريد أن يراقب الأحداث بشكل عام. المنطقة أولا فيها ثروة نفطية هائلة، والنفط السوري غالبيته في تلك المنطقة، وسبق إن تحدثنا عن مكان قرقيسيا بالضبط اللي هو منطقة أو مدينة البصيرة الآن اللي اسمها البصيرة، اللي هي تقع على مصب نهر الخابور في الفرات. هذه المنطقة قبل تاريخا هي دولة، وهي عاصمة يعني دولة كانت ترتبط بالرومانيين، واسمها التاريخي اسمها قرقيسيا، اليوم اسمها البصيرة اللي هي تبعد تقريبا 42 كيلومتر عن دير الزور. هذا المائز الأول بها. المائز الثاني في هذه المنطقة أنها يمكن أن تكون مفصلا استراتيجيا لخط المواصلات ما بين العراق وسوريا، بالشكل الذي من يريد أن يقطع العلاقة بين العراق وسوريا لا يمكن له أن يتخلى عن هذه المنطقة، يجب أن يسقطها حتى يمكن أن تقطع العلاقات أو الارتباط ما بين طريق الشام وطريق بغداد. هذا بالشكل العام، لكن بالشكل الأخص ضمن معطيات اليوم الآن الوجود الأمريكي في هذه المنطقة والقوى المرتبطة بالأمريكيين إن سراً وإن علناً هي الأخرى موجودة في هذه المنطقة، وبالنتيجة حينما يشار إلى أن المعركة التي الأولى التي ستجري فيها بين الأكراد المروانيين، بين راية المرواني وبين بني العباس، هذه تشير إلى طبيعة قوى تهيمن على هذه المنطقة ولها علاقة بطبيعة الجانب الاستراتيجي في هذا الأمر. هسه لنفترض أن واحد من هؤلاء قد يطمع بالنفط
وقد يكون ثمة لاعب يطمع في قطع العلاقة ما بين في قطع الطريق ما بين العراق وسوريا. اليوم هذا الأمر من نريد اللحظة نشوف قصة قطع الارتباط ما بين العراق وسوريا أصبحت قيمتها الاستراتيجية ضمن مخططات التكتيك العملي الميداني خلال هذه الفترة اكتسبت أهمية استراتيجية كبيرة جدا لأسباب. السبب الأول أن قوة الشام مرتبطة ببقاء طريق العراق مفتوح بالنسبة إليه. الثاني القوى العراقية التي تريد أن تنفذ إلى معركة إسرائيل بطريقة أو بأخرى أو التي يمكن لها أن تكون مؤثرة في الأمن الصهيوني سلباً طريقها هو هذا الطريق. المسألة الثالثة أن هذه المنطقة أصبحت عقدة لاشتباكات متعددة ما بين الأمريكان الروس الأتراك السوريين الإيرانيين الصهاينة، كل هذه المنطقة أصبحت ذات بعد استراتيجي ميداني ملح جدا. اليوم نتنياهو إذا يتحدث عن أنه إذا بدأنا المعركة مع الإيرانيين علينا أن نحذر من العراقيين، يحذر من العراقيين من أي منطقة يحذر؟ يحذر من هذه المنطقة تحديدا لأنها هي الأقرب وهي السبيل إلى نفوذ القوى العراقية، سواء كان نفوذها الميداني كقوى أو نفوذها التكتيكي من خلال المسيرات أو من خلال الصواريخ أو ما إلى ذلك لو قدر أنها تشترك في مثل هذه المعارك. لذلك الآن المطلب الصهيوني الملح هو يجب قطع هذه القضية. المطلب الأمريكي الملح هو الآخر أيضا يشير إلى أنه يجب الوصول إلى قطع في العلاقة ما بين في هذا قطع الطريق. هسه هذا الطريق بسبب الحشد بسبب الفصائل التي تقاتل في داخل سوريا الأمريكيين وغير الأمريكيين ليس مهما، لكن القدر المتيقن أن هناك عدم رضا بل رفض من قبل الأمريكيين والصهاينة على المستوى الاستراتيجي لوجود هذا الطريق. لكن مع كل ذلك وأنا هنا أشير إلى نكتة، حينما حصلت معركة القائم، معركة القائم على مستوى الحشد ونحن في أيام تشكيل الحشد المبارك، على مستوى الحشد كانت معركة يتوقع إليها أن تكون طويلة الأمد كونها آخر نقطة من نقاط مجرمي داعش، وأيضا كونها تمثل منطقة استراتيجية في غاية الأهمية منطقة القائم. وأقل المحللين كان يتصور أنه نحتاج إلى شهر من المعركة حتى يمكن أن نحسم هذه المعركة، لكن هذه المعركة انتهت ثاني يوم بغياب قوى داعش تماما. قرابة 2500 مقاتل كانوا متجمعين في اليوم الأول، لكن في اليوم الثاني تم تبخرهم بشكل كامل، لا أسلحتهم لا سياراتهم، وماكو هيك خطة انسحاب بهذه الطريقة. لكن كانت المسألة أين؟ كان الفريق الذي يتلاءم مع الأمريكيين كان هو الحاضر في تلك المنطقة، مما أعطانا اعتقاد بأن الأمريكيين هربوا هؤلاء جميعا كما فعلوها في كركوك وفي غير كركوك، اختفت داعش التي كانت موجودة في القائم اختفت بشكل سريع جدا. هذا الاختفاء يشير إلى أن من عمل على اختفائهم وانسحابهم أراد منهم مهمة أخرى لوقت آخر ولم يشأ أن يضحي بهذه القوة. لذلك حينما ننظر إلى معركة داعش علينا أن نقيمها بشكل جديد من خلال ارتباطاتهم الحقيقية، مو قصة عشائر ولا قصة قوى داخلية أو ما إلى ذلك، وإلا كيف جيء بهم من كل العالم. وأنا سبق إلي أن ذكرت نظرية الأمريكيين
عن مزرعة الجراثيم، ما يسموها هم بمزرعة الجراثيم. مزرعة الجراثيم أن تأتي بعدوك إلى مكان تغريه يتقدم إلى في هذا، هذا المكان يمكن أن يتحول إلى نفع لك حتى ولو كسبه هذا الطرف، أو أن يكون مقبرة لهذا الطرف الذي أغريته في أن يأتي إلى هذا. ما سواه في أفغانستان، حقيقة أفغانستان الدعوة إلى الجهاد وما إلى ذلك، ماذا عملت؟ عملت على تفريغ كل البلدان التي كانت الحركات السلفية تقاتل فيها، تم سحبها إلى أفغانستان. إن استطاع هؤلاء أن ينتصروا على الروس ثمة مكسب كبير، ينتصرون هم، لكن من الذي يخسر؟ يخسر الروس، وبالنتيجة الذي جاء بهم يربح حتى وإن كان لهم انتصارهم الأول. تم سحبهم من كل البلدان، من السعودية، من مصر، من الجزائر، من المغرب، شكوا حركات سلفية متطرفة، قيل لهم أن الجهاد قد أعلن في تلك البلاد. هؤلاء على سذاجتهم وعلى غباوتهم دخلوا في كل هذه القضية، تم تجميعهم هناك. بعد ذلك تم تصفيتهم بطريقة أو بأخرى، والذي لم يصف تم تشخيصه. هذول عبروا المطارات، تم أخذ معلومات بشكل كامل، صور بشكل كامل، إبهامات بشكل كامل، وشوفوا هذه خفايا الألاعيب اللي الناس عادة ما تنظر إلى هذا الجانب. لكن مزرعة الجراثيم هذه سواها ويانا أيضا. لما صار القرار في أمريكا، أنها حينما أحست في سنة 2011 أنها لن تتمكن من البقاء في العراق على مستوى النفوذ، إذن يجب العمل على إيجاد ما من شأنه قوة ضاغطة تعمل على انهيارات سياسية تؤمن النفوذ الدائم للأمريكيين. جاءوا بهم من كل البلدان. من أين دخلوا؟ غالبيتهم دخلوا من المطارات التركية أو من طرابلس اللبنانية، اجوا إلى العراق. لا شك ولا ريب كلهم تمت مراقبتهم، وكلهم كانوا مشخصين عند المخابرات الأمريكية، المخابرات التركية. هذا إذا أريد نكون بسيطين جدا ونقول ماكو اتفاق بينهم وبين الآخرين، رغم أنه من الواضح جدا أن الأمريكيين، أن داعش غالبية قياداتها كانت مسجونة في السجون الأمريكية في العراق. تم الاتفاق معهم، وفي لعبتي وفي أضحوكتي وفي مهزلتي هروب سجناء أبو غريب، إذا تذكروها قبل ليالي من هذه المعركة، مهما ادعت الحكومة أو ما إلى ذلك من أجل أن تبرر فشلها الذريع في ذلك الوقت، مع كل ذلك لا يمكن أن نكون سذج بحيث نشوف 1150 قيادي من داعش يطلعون بين عشية وضحاها، تطلع داعش إلى العلن. 1150 قيادي أعرف أنه اشقد. مهما يقول جيء بهم هذه القوى، جاءت من كل العالم. داعش أنا ذكرت سابقا، داعش حينما بدأت التحرك الأمريكيون رفضوا أن يقدموا طلقة واحدة للقوى العراقية، طلقة واحدة حتى للبندقية M16 اللي هم سلحوا بها الجيش العراقي. أيضا الجيش العراقي ما كان عنده ذاك العتاد اللي كفي في أن يستمرون بالمقاومة، والحجة أنه هذه معركة داخلية إحنا ما ندخل بها. لكن شو وقت دخلوا؟ ودخلوا بنفاق واضح. لما صارت قصة جرف النصر وأحسوا بأن المعركة انتهت، قبل ما تنتهي ذولا عندهم حساباتهم وعندهم استشرافهم للميدان لطبيعة ما يجري، أحسوا بهذا الأمر، أجوا قالوا إحنا مستعدين نتعامل. لكن هل تعاملوا بشكل دقيق وساعدوا بشكل دقيق؟ نعم، جت طياراتهم ضربت هنا ضربت هناك، لكن القدر المتيقن كانت مهزلة من قرقيسية إلى
منابع النفط عندنا في شمال العراق وفي في كركوك وفي الموصل وما إلى ذلك، كانت صهاريج النفط المهرب من قبل مجرمي داعش بالآلاف تتحرك يومياً، والطائرات الأمريكية فوقهم تماماً، ولم تبدو إلى لم تبدو حادثة واحدة، مع أنهم ينادون بضرورة تجفيف منابع الإرهاب والأموال. من الواضح جداً أنها هي المقصودة في هذا المجال، لكن لم يكن. جزاهم الله خير، أقدر أقول أنه حسناً ما فعلوا الروس من بدأوا المعركة وبدأوا يضربون الصهاريج، أمريكا أحرجت إحراج كبير جداً، ولذلك اتجهت على خجل، ضربة منا ضربة منا، لكن لحد يومك هذا الصهاريج التي تخرج من أراضي داعش تستقبل أمريكياً، وتورد يورد النفط السوري من خلال البوابات الأمريكية. لذلك هنا علينا أن نترك السذاجة في التعامل مع هذه الأمور، ونرى الأمور بالبعد الأكبر، وإلا كيف يمكن لنا أن نتصور أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه منذ أكثر من 12 قرناً يشير إلى هذه المنطقة ويشير إلى أحداثها ويضعها ضمن خارطة زمانية ومكانية لها ارتباطها الأساسي بعملية الظهور. لذلك لنترك السذاجة بعيداً ولنتعامل مع الأمر بعنوان أهمية حدث سوف يكون بداية للأحداث ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لنا، رغم أن هذه الأحداث وضعت في فترة أشير إلى أن أشار إليها الإمام بأبي وأمي: ألا ترضون أن تكونوا في بيوتكم وأنتم في مأمن وأعداءكم يقاتل بعضهم بعضا؟ لكن هذه هل هي إجازة لنا، تعطيل لقدرتنا، أم أنها استراحة المحارب الذي عليه أن يتجهز للمعركة الأكبر وعليه أن يستعد وعليه أن يتهيأ، خاصة أن المعركة الأكبر أشير إليها لاحقا بعد ما تخلص قرقيسية سوف يأتي السفياني الذي لا يكون له همة إلا ماذا؟ إلا العراق. اليوم في معطيات اليوم، في معطيات هذا الوقت بالذات، لما الصهاينة يتحدثون بهذا المنطق والأمريكيين أيضا يتحركون خلال الأسبوع الماضي أو خلال هذه العشرة أيام، الأمريكيين تحركوا بعدة طرق لجمع العشائر العربية الموجودة في تلك المنطقة وتوحيدهم مع الأكراد، مع قوات سوريا أسد الديمقراطية. هذه القوات وإن كان رئيسها كردي وتدار من قبل الأكراد السوريين وغالبيتهم من العلويين أيضا، لكن هناك جمهرة كانت في البداية من قبل بعض العشائر العربية، لكن هذه العشائر انسحبت بالتدريج. اليوم أكو رغبة جادة للأمريكيين بعقد اجتماع لجمع هذه العشائر وتشكيل منها قوة موحدة، لكن ماذا لو أن هذه العشائر لم تتمكن من تشكيل القوة الموحدة؟ ما الذي سيحصل؟ سيحصل أن هذه العشائر التي ينتمي غالبيتها إلى قيس، إلى بني قيس لقعيدات تقريبا اللي هم يمثلون الثقل الأكبر في ذيش المنطقة في هذه الفترة، هؤلاء الآن عندهم مباحثات كبيرة. المعركة قرقيسية الثانية تجري مع من؟ بني قيس. معركة قرقيسية الثانية الأولى ما بين الأكراد وما بين داعش، أما الثانية ما طبعا من أقول بين الأكراد وبين داعش، هذه العملية التقريبية اللي يمكن أن نقرب بها الحدث.
قد تأتي أي قوة أخرى، لكن معطيات اليوم تشير إلى أنه سوف تستمر هذه المعركة. السبب تصاعد التوتر بين الأكراد وبين الأتراك خلال العشرة أيام الأخيرة، شفتوا القضية وين صعدت، خصوصا أردوغان انتصر وهذا مصر على حسم هذا الملف. هذا الملف وحسمه بالنسبة لنا مهم للغاية. ليش؟ لأنه يرتبط بحدث آخر أشير إليه في الروايات بنزول التركي إلى الجزيرة. يعني عندنا قرقيسية راح يشتركون بها الأتراك لاحقا، لكن قبلها ماذا؟ قبلها أكو عندنا عملية نزول الأتراك إلى الجزيرة، وسبق إلي أن قلت أن الجزيرة المقصود بها هي جزيرة الرصافة ما بين الخابور وما بين نهر الفرات، مو الجزيرة الموصلية وإنما الجزيرة الفراتية التي يشار إليها بأنها جزيرة الرصافة أو جزيرة الرقة أو جزيرة الفرات أو ما إلى ذلك. أما جزيرة الموصل فهي ما بين دجلة وما بين الفرات، أما هذه فالمسألة تختلف، هي ما بين الخابور وما بين الفرات. هذه علامة. والعلامة الأخرى اللي هي قبل ذلك وإحنا سبق إنها من أشرنا إليها، أن الأكراد السوريين سينفصلون وسيعلنون عملية الانفصال. اليوم التبرم الكردي، خلينا نقرأ بشكل أعمق من الصورة الموجودة في الإعلان أو في الإعلام، التبرم الكردي أنه الحكومة السورية عليها أن تقوم بمسؤوليتها لحماية المنطقة. هم قبل يقاتلون بخلاف الحكومة السورية، اليوم رجعوا إلى الحكومة السورية يريدوها، لكن ماذا لو أن الحكومة السورية لم تستطع؟ ماذا لو أن الأمريكيين قرروا عملية التصعيد في هذا المجال وأعطوا للأكراد المجال في أن يطلقوا مشروعهم للاستقلال والانفصال؟ ماذا لو أن الأمريكيين اللي ما مرتاحين إلى نجاح أردوغان، ماذا لو أنهم أرادوا أن يضغطوا على تركيا وتقليم أظافر تركيا من خلال إيجاد بؤرة انفصالية تؤثر على الأتراك بشكل جدي، باعتبار أنها ستعطي الأمل إلى أكراد تركيا في أن يستعيدوا وجودهم ونشاطهم، وبالنتيجة بؤرة توتر جديدة في المنطقة. لذلك الأحداث اللي موجودة هي كلها متقاربة مع جملة من الأحداث الأساسية التي نحن فيها. أيضا اليوم الوضع ما بين الأمريكيين وما بين الروس مو مثل قبل شهر، واللي كان قبل شهر مو مثل ما قبل 6 أشهر. اليوم بدأت أمريكا أمس نزلت طائرات F-22 في الأردن بحجة أنه صار أكو تعرض غير مهني من الطائرات الروسية، وأكو استفزاز من الروس إلى الوجود الأمريكي في سوريا. ماذا يعني ذلك؟ ماذا لو أنهم اصطدموا؟ إذا كنا نتحدث عن أن معركة قرقيسية سوف تكون مأدبة لمعركة لم تحصل منذ أن ولد آدم كما تشير الروايات، علينا أن نراقب لو أن هذا الأمر قد حصل ما هي التداعيات التي ستنجم من ذلك. لا شك ولا ريب، أي اصطدام ما بين الروس وما بين الأمريكيين في المنطقة سوف يعطي العالم وجهة جديدة ووضع جديد، وبالنتيجة قد تتحول الأمور إلى مراحل متقدمة من الحرب التي أشير إليها في رواياتنا، والتي الآن العالم كله يستعد إلى أنهم يقبلون على هذا الأمر. أمس بيلاروسيا تتحدث عن أنه القنابل النووية صارت عندنا وإحنا جاهزين أن نستخدمها، وإن كان بعنوان القنابل التكتيكية، لكن هذه التكتيكية كما أشاروا إلى أنها تعادل 5 أضعاف قنبلة هيروشيما. تكتيكية القنبلة النووية التكتيكية هي اللي تضرب منطقة محددة وما تتعداها، مو ضربة شاملة. هذا المقدار اللي يطير له 1,000,000، يطير له أقل، يطير له أكثر، يعتبروه بعد صغير هذا.
فما بالك إذا كان الأمر، إذن لا تتوقف القضية عند 100,000 قتيل. معارك 100,000 قتيل حصلت وراها عشرات الحروب اللي أخذت ملايين. الروايات تقول أن الحرب اللي تنشأ، الحرب اللي تنشأ نتيجة قرقيسية حرب لم تكن منذ زمن آدم، ما مرت على البشرية حرب بهذا المستوى. إذن يمكن للتداعيات اللي تنشأ الآن أن تنشئ مثل هذا الجو. إذا تذكرون قبل 4-5 سنين أو أكثر ربما، قلنا أنه يعني أثناء تفسيرنا لهذه الرواية قلنا أنه قد يصير أكو تداعيات لخلفيات المعركة، معركة قرقيسياء الأولى، تؤدي إلى تدخل دول متعددة في العالم في على أعتاب هذه المعركة. المعركة تبقى في قرقيسية، لكن امتداداتها يمكن أن تمتد إلى أماكن متعددة. على مستوى الواقع العملي، أمريكا اليوم من تتحرك باتجاه جمع هؤلاء وجمع أولئكم، لحد الآن ما قدروا يتوافقون، لكن يمكن أن يتوافقون فيما بيناتهم، يمكن أن تقنع الأكراد بإطلاق مسألة الوجود الانفصالي، وعدها مصلحتها الحقيقية، خاصة أنها الآن تشعر بأنها بالتدريج تعزل. يعني الآن القوى المقاومة للوجود الأمريكي تكثفت، تكاثرت، قوتها أصبحت أكبر من السابق، روسيا غدت أكثر عدوانية، سوريا رجعت إلى المنظومة الدبلوماسية العربية ومنها إلى الدولية بالتدريج، وبالنتيجة الوجود الأمريكي وجود ما إلى علاقة بالعلاقات الدولية، وجود محتل وبدون إعلان للاحتلال. يعني هم محتلين ومسوين قواعدهم لكن بلا قرار دولي ولا بلا قانون دولي، وخرق لكل العلاقات. لذلك هي تحس بعزلة كبيرة. إذا لابد من وجود حدث، لابد من خلق أحداث من شأنها أن تفكك هاي العزلة، ومن شأنها أن تحقق لها التقدم. هذه العزلة اللي تبتنى على أساس تحريك الأوضاع الداخلية في تلك المنطقة، وقلت لكم يمكن الحديث مع الأكراد السوريين بتحقيق الانفصال، للضغط على النظام في سوريا، للضغط على الأتراك، لإيجاد قوة رديفة لهم يمكن أن تحميهم، ويمكن أن الطالب بأنه هؤلاء إحنا دولة صرنا عدنا أو كياننا صار مستقل، وبالنتيجة يريد الأمريكيين يبقون، ممكن أن يتحركون بهذا الاتجاه. لكن مع العرب أيضا يمكن أن يتحدثون بالتهديد الكردي أو بالتهديد الشيعي، يمكن أن يرجعون إلى لغة شيعة وسنة وما إلى ذلك، وذيك العشائر أيضا قابلة، خاصة مع وجود الفقر الشديد الآن اللي موجود في سوريا، يمكن أن يغري ما بين الدافع الطائفي وما بين الدافع السياسي وما بين الإغراء المالي وما إلى ذلك، يمكن أن يحرك هؤلاء. بالنتيجة داعش ممسوك بيد الأتراك، قسم من هؤلاء بيد الأتراك، وهم متداخلين مع النصرة، متداخلين مع الجيش الحر وما إلى ذلك. يمكن أن نرى تألبا من قوى متعددة لإنشاء قرقيسية الأولى. قرقيسية الأولى حتى ينفى الوهم تنشأ قبل السفياني، وميزتها اللي نميزها عن قرقيسية الثانية أن قرقيسية الثانية فيها السفياني، بينما هذه تنتهي عند خروج السفياني. يعني من يشوفون المعارك صارت في الشام وبدأ النظام يتقلب أو يتعرض إلى هزات كبيرة، عند ذلك تنتهي المعركة ويبتدئون بالتهيؤ إلى عملية وجود السفياني وطبيعة الدور المناط بهم في المعركة الجديدة. لذلك في المعركة الثانية ما بني العباس ما موجودين، ما موجودة لهم إشارة في المعركة الثانية. المعركة الثانية فيها بني قيس اللي هي العشائر
العربية في تلك المنطقة، وأيضا فيها جيش السفياني والجيش التركي، هؤلاء الثلاثة. اللي طبعا الجيش التركي مو بشكل مباشر، لكن هو قطعا يصل إلى هذه المنطقة، وتشير الروايات إلى أن خيله ستشرب من نهر الفرات. مهما يكون معطيات اليوم أيضا لو أضفنا إلها البعد الصهيوني اللي دخل بشكل ضاغط خلال هذه الفترة، لعله لحد البارحة أنا أحصيت 7 تصريحات من مسؤولين صهاينة يتحدثون عن خطورة الدور العراقي لو أن معركة نشبت ما بين الصهاينة وما بين محور المقاومة. هم لا يعتبروننا بعيدين عنهم، يعتبرون تهديد أمني إلهم، وإحنا أيضا كثير من قوانا صريحة في أنها توالي محور المقاومة وتقف مع محور المقاومة. لا بل غالبية الشعب العراقي لا يريد وجودا للصهاينة ولا يقبل بأي عملية وجود لهؤلاء. مهما يكون بعيدا عن الإعلام المجحفل إذا صح التعبير، الإعلام المصطنع اللي صنع السفارة الأمريكية أو خدام الصهاينة الموجودين في العراق، هذا ما إلى قيمة هواية، لكن الأساس أن الشعب العراقي مهيئ إلى شيء من هذا القبيل. وواقعا هم أقدر أشير إلى أنه نفس هذا التهيؤ، واللي أعتقد أنه من الضروري تركيز أكثر من السابق، نفس هذا التهيؤ هو يشير إلى جاهزية الشعب العراقي لكي يكون حاضنة مؤهلة إلى نصرة الإمام وإلى انطلاق جيش الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء، سيما وأن الصهاينة منبئين بكتبهم من كتبهم بأن الجيش الذي سوف يسقط الصهاينة سيأتي من العراق. لذلك في كل الاعتبارات هؤلاء لديهم مطمع أساسي بإيجاد ما من شأنه أن يؤثر على إمكانات الوضع العراقي. إذا بقى الوضع العراقي مفتوح على الوضع في سوريا سوف يتقوى الوضع العراقي والوضع السوري، لكن إذا ما أرادت أمريكا أن تتحرك ضد هذه الأوضاع عليها إذن أن تقطع العلاقة أول بأول. هذا أمر أول. الأمر الثاني، من قلنا أنه ظاهرة قرقيسة يمكن أن تفعل خلال فترة وجيزة خلال هذه الفترة، إحنا راح نتحدث أيضا بشكل تلقائي عن السفياني، ومن نتحدث عن السفياني علينا أن نتحدث عن البدايات. البدايات أن يأتي وفي عنقه صليب، والبدايات أن يكون هذا الرجل لديه ثأر من النظام الموجود، باعتبار أنه ينادي ثاري ثم النار، مستعد أدخل النار بس المهم أسترجع الثأر الذي أو أحقق الثأر الذي أريده من المنظومة اللي موجودة. الافتراض اللي موجود أو بناء على وجود السفياني وأن يأتي في عنقه صليب، أي متنصرا أي متحالفا مع النصارى، شلون ننظر إلى من الناحية السياسية الميدانية؟ شوف معركة قرقيسيا الأولى لما ما بها منتصر شنو اللي راح يصير؟ يشير إلى أن المشروع عند الأمريكيين، مشروع الإعاقة، لم يحقق الغرض، لذلك راحوا يفكرون بالبديل، بالبديل اللي يمكن أن ينشئ المشروع السياسي، أو أن معركة قرقيسية معركة إشغال لتمرير المشروع السياسي الذي يريده الأمريكيون عبر واجهة أن يأتي هذا الرجل وفي عنقه صليب أو أن يأتي متنصرا. بمعنى إذا كان السفياني يعبر عن وجود ثأر له فهو من داخل المنظومة السياسية، هذا أولا. الأمر الثاني، ليس بالضرورة أن يكون ورود السفياني في المعركة الشامية
مبني على أساس العداوة المباشرة مع النظام، وإنما يمكن أن يستغل عملية وجود المعارضة إلى النظام فينزع إلى مقاتلتها، ينزع إلى حربها، يحمل راية الحرب ضد الإرهاب. والحرب ضد الإرهاب كانت ولما تزل دوماً حينما تكون بيد الأمريكيين هي عبارة عن حجة لتمديد النفوذ ولتكريس النفوذ ولتكريس السيطرة. لذلك إذا ما حمل هذه الراية ربما يستقبل أحسن استقبال، إذا كان المطلوب هو أن يخلصهم من العصابات الموجودة في الشمال. لذلك أشير في الروايات إلى أنه أول ما يقتل إنما يقتل الأبقع، يقتل الجهة المعارضة إلى النظام. وهذه الجهة وين تكون موجودة؟ موجودة تكون بالكور الخمسة، هاي الكور الخمسة، في الكور الأربعة عفواً اللي قبل دمشق، باعتبار دمشق هي المنطقة الخامسة في هذا المجال. حينما في هذه المناطق حمص وحلب وقنسرين اللي هي عبارة عن إدلب وحماة وما إلى ذلك، هذه المنطقة من الذي يتواجد فيها؟ تتواجد فيها القوى الموالية إلى الأتراك، القوى التي يمسك بها الأتراك. المشروع التركي سوف يكون هو، إذا كان هذا هو متنصر إذن هؤلاء سوف يكونون ضد المشروع التركي أولا. وأشير أيضا في الروايات، وحقيقة الآن التفتت إلى أن الروايات نفسها أشارت إلى أنه ستكون مشكلة ما بين الأتراك وما بين الروم، مو بس مشكلة الروم مع بعضهم، سوف يثار الأتراك ضد الروم. ولك أن تتصور الآن موضع الإثارة وين، موضع الإثارة بأي طريقة. اليوم لا تنظرون إلى حدث أردوغان بالحدث السهل، حدث كبير يعني نجاح مرة أخرى، حدث كبير خصوصا بعد أن حاول الأمريكيين جهدهم في أن يخسر المعركة لكن لم يتمكنوا من ذلك، هزمهم. وبالنتيجة أصبحت قوت الداخلية أقوى بكثير من السابق، وقدامهم عدة سنوات للتعامل مع هذا الرجل خصوصا وهو في الناتو، والآن أحد غصصهم وجوده في داخل الناتو. على أي حال، رجل اتمكن بطريقة أو بأخرى أن يكون لاعبا مؤثرا بأي شكل من الأشكال. هسه يريد بدعوى يحيي الخلافة، بدعوى أنه يحيي السلطنة، كل هذه عمليات فبركة لطبيعة نفوذ الرجل يأسس إلى هو وحزبه والجماعات الملتحقة به، سواء قطر أو الإخوان المسلمين أو ما إلى ذلك. كل هذه الحركات هي بالنتيجة يرفدها وترفده. لكن القدر المتيقن أن السفياني حينما يأتي سوف يحارب المحور التركي المتواجد في سوريا، ثم بعد ذلك ينزع إلى محاربة النظام نفسه. يعني يمكن أن نتصور وجود جهة متصالحة ظاهرا مع النظام، متفقة حقيقة مع الغرب على شيء، وتعمل عملها استفادة من طبيعة كاريزما خاصة عندها لشخصية السفياني في أن يكون مؤثرا في معركة سوريا مع الإرهاب، ولكن ينقلب عليهم بعد أن تعود إلى عملية النفوذ بطريقة أو بأخرى. إذن أنا أعتقد أن الظروف فيها تقريب كبير لطبيعة معطيات الروايات، لطبيعة مخرجات الروايات، وهذا بحد ذاته يمكن إلى أن يعطينا مجال في أن نفكر في الخطوات التي يجب أن تتخذ من قبل المنتظرين، خاصة وأنه أن يشار في الروايات إلى وجود من سيتعاون معه في العراق، من سيعينه في العراق، من سيقبل به في العراق. هذه القضية تمثل بالنسبة إن إنذار، وتمثل بالنسبة إن برنامج عمل يجب أن يهيئ. أنا سبق إلي ذكرت أكثر من مرة، من يشار إلى الحركات المنحرفة
في رواياتنا بترية وشيصباني وفلان وفلان ودجال البصرة يشار فيها إلى وقائع، لكن ما هو أهم من هذه الوقائع؟ المسؤولية التي تلقى على أعناقنا وعلى عواتقنا كمنتظرين، كممهدين، كمجهزين لأنفسنا ولهذه الأمة في أن تكون معبأة لنصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بشكل طبيعي جدا لنا مسؤولية تجاه كل هذه الأوضاع. ليش؟ السبب بسيط جدا: الجهل، الغفلة، التواني، عدم رؤية الأمور بطريقة واقعية، العيش بالأحلام، حالة السذاجة في التعامل مع الأمور، راح تخلي القطاع الأعظم من الناس بعيدين عن رؤية المشهد بواقعياته وبحذافيره كما تشير إلى الروايات. لكن مع كل ذلك علينا أن نؤدي المسؤولية المناطة على عواتقنا. وأنا أعتقد أن الوجود الديني في العراق لما يزل وجودا قويا جدا، لكن هذا الوجود يحتاج إلى قيادات ميدانية تمسك به وتجعله ضمن الروافد التي تصب في حركة جاهزية هذه الأمة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولو قدر أننا نفتقر إلى القائد الواحد، وهو الأمر الذي أشارت إليه رواياتنا بطرق متعددة، لن يكون ثمة قائد قبل اليماني، قبل اليماني ماكو قائد واحد. نعم، نحن بشرنا بسجستان، بشرنا بخراسان، وأن هؤلاء سوف يصنعون لنا نصرا وعزا وكرامة، لكن مع كل ذلك يبقى المؤمن يعيش دوامة عدم وجود البرنامج الواحد نتيجة لعدم وجود القائد الواحد. نعم، لماذا ينتصر اليماني؟ لأنه سيوحدهم. لماذا يكون اليماني لا يجوز الالتواء عليه؟ لأنه هو القيادة الوحيدة التي يمكن لها أن تؤدي الغرض من تجهيز الأمة لنصرة الإمام وإعدادها إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا إلى ذلك أنا أشير بمعزل عن هذا الحديث إلى أن رواياتنا وروايات أهل السنة معنا أشارت إلى حدث في البداية كنا نتعامل معه ببساطة أكثر مما اكتسب هذا الحدث في الآونة الأخيرة أبعادا أعمق وانتشارا أكبر، وأعني بذلك مسألة ما أشير إليه في رواياتنا وفي روايات القوم باكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء قبل، ومسألة اللواط موجودة بقدم التاريخ، مسألة الزنا موجودة في قدم التاريخ، مسألة السحاق أيضا موجودة في قدم التاريخ، مو فشيء جديد أن يكون في المجتمعات موجودة به هذه الأمراض. أما الإشارات اللي طرحت في الروايات أن الرسول يتصدى كيف بك يا سلمان، ويشير إلى جملة من المظاهر من جملتها كيف بك لو اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، بل أكثر من ذلك أن الإنسان سوف يغار على غلامه كما يغار على النساء. هذه الحالة تشير إلى ظاهرة أكثر من كونها مجرد حدث يمر مرورا بسيطا في الواقع الاجتماعي. لا شك أنا أشرت اللواط موجود، لكن هو يمثل حالة شاذة، يمثل حالة منحرفة، يمثل حالة أخلاقية مدانة بل مقززة جدا. لكن أن يتحول اللواط والسحاق والدياثة والخنوثة تتحول إلى دعوة عالمية بحيث يتصدى رئيس أكبر قوة إجرام وظلم في العالم، يتصدى ليتحدث بأننا أمة نفخر بمن؟ يسميه شهر الفخر فخر بمن؟ بلواطين، بسحاقيات، بمخنثين، بديوثين، بأناس فقدوا أي غيرة على أنفسهم فضلا عن غيرهم. بشكل طبيعي جدا لا يمكن أن نقول هذا الحدث طبيعي، لأنه ما تكرر في التاريخ، ما موجودة قبل. حتى قوم لوط لما جاهروا
ووصلوا إلى القبح الذي وصلوا فيه إلى أنه أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون، هذا المقدار هو الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه عليه استئصالهم. لكن اليوم القصة مو بس هذا، أخرجوهم اليوم أي واحد يتعرض إلى اللواط بسوء يدان، يحاسب، يسجن في أمريكا. تصريح اللي صرح البارحة أحد السيناريوهات الأمريكيين اللي يدعو أهل كاليفورنيا اهربوا وطلعوا، لأنه القوانين اللي موجودة في كاليفورنيا وهي من أغنى الولايات الأمريكية والعماد الأساسي لهذه الحكومات أباحت الجنس حتى إلى الرضيع، حتى الرضيع مع الرضيع أيضا أباحوا عملية التلاعب في خلقته وعملية تحويله بمادة بهرمونات أشكال وأرناق العبث به بطريقة حتى الرضيع. لذلك هذا يطالبهم تعالوا طلعوا، لأنه هذا راح يلحقكم السرة، أولادكم بناتكم ما إلى كلها ملحوقة، بالنتيجة الأسرة سوف تتحطم. هذا الشيء اللي نحن في تقديري أمريكا ما وصلت إلى هذا المقدار من القباحة إلا نتيجة عوامل متعددة، غالبية هذه العوامل تصب في كبريائها وفي غرورها وفي طبيعة الغطرسة وتكبرها على الله سبحانه وتعالى. اليوم أمريكا من يطلع رئيسها ويقول نحن نفخر، يريد يقول أنا ديني ضد دين الله سبحانه وتعالى، وبالنتيجة ثمة قول لفرعون تحدى الله سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى، ما الذي حصل به؟ شنو اللي صار به؟ ونفس قوم لوط حينما تحدوا إرادة الله سبحانه وتعالى شنو اللي صار بهم؟ نعم الآن التوقع ما الذي سيجري على الأمريكيين لو قدر أننا اليوم أمام هذه التقريبات التي طرحناها عن السفياني والحراك اللي الآن راح يبتدي في سوريا يتشدد أكثر من السابق، وأنا أنبه الأخوة السوريين في أن اللهيب سيعود إليكم قريبا جدا، لن يتركوكم آمنين. لكن مهما يكون هذا الشيء إذا أشار إلى وجود خسارة عند الأمريكيين، إذا معركة الشرقيين مشرقيين ستؤدي إلى خسارة عند الأمريكيين، إذا الحرب العالمية ستؤدي إلى هلاك ثلثي الناس، كل هذه فيها نبوءة داخلية بأن الله سبحانه وتعالى يحرك مكره ويحرك تدابيره من أجل الانتقام من هؤلاء. كيف ينتقم؟ في أي وقت ينتقم؟ بأي طريقة سينتقم؟ متى سينتقم؟ كل هذه الأسئلة تترك للزمن لحلها، لكن القدر المتيقن أن وجود هؤلاء قد صيح بهم وأن موعدهم الصبح، ألا أن الصبح بقريب. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. اللهم صل على محمد.